انا مصطفى الزواتني. اول مره بديت بهذا النوع من الجمبري الصغير. كان واحد السيد سميتو السي محمد بونصير، معروف موسيقي بالنسبه للاتجاه ديالو عالمي، هو العازف اللي كان في ذاك الوقت الله يرحمه حتى هو راه مات. سميتو قال لي خصنا نصاوب واحد، انا قعدنا سميتو صوبنا هذا النوع من الجنبري، جبنا الجلد، جبنا المسائل، قعدنا حتى شفنا اول مره تنشوف الجنبري. بقى داك الجنبري ولينا تنقعدو تنضربو هكا طن طن طن، ملي بينا نعاود نصوبو واحد اخر ولينا قلنا مشيت للسوق، نزلت للسوق تلقى واحد السيد اللي سميتو سي عمر، لقيتو قلت له ترى انا ندير هذا سميتو، قلت له ندير هذا كذا ولكن تيخصني نصور راسي. قال لي واخا اللي بغيتي شوف انت كيف بغيتي، وعطيتو الفصاله اللي بغيت وعطيتو المسائل اللي بغيت، صاوب لي هذاك الشيء جبتو للدار، بديت كنقاد وليت شديت حانوت، تنجي للسوق تنبقى في السوق ما باقي تنوصل للحانوت، وليت تنحط العصا مقاده باش تنجيب ديك الحاجه باش تيولي شي حتى تنولي تنصاوب ديك الاله تولي ترجع تلقاها تباعت. اللي داها ما باقيش تيردها، دابا المعلمين علاش ما بقاو؟ داك اللي بيجي يتعلم لها ما تيعرفهاش، علاش ما تيعرفهاش؟ لان الا جاي يخدم فيها يخدم حتى العشيه ويمشي في حاله، ما غادي يشد والو. هذه هي باش اللي ما عرفوش يخدم حتى العشيه ويمشي في حاله، يجي غدا يخدم حتى العشيه ويمشي في حاله، ما كاينش اللي يعرف حتى شي حاجه حتى تكمل هذيك البياسه. وملي تباع عادي يشد الفلوس. هنا بعدا ديال مراكش راه ما خلاو ولادهم ما بغاوش، كاع اللي مات راه الحانوت تتسد وتتلقى فيها البلاكه معلقه.